أحداث وحقائق وآخر مستجدات عالم بوليوود. حزن وراء حزن يلحق بعائلة كارينا كابور. ماذا يحدث وبماذا صرح والد كارينا؟ نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون في حالة حرجة وخبر نقل عائلتها إلى المستشفى. انهيار النجمة التلفزيونية ناكي تامبولي بعد تلقيها لخبر صادم ورد فعل أرجون بيجلاني وجاستمين بهاسين وغيرهم من النجوم على ذلك. حفل زفاف النجمة سوغاندها ميشرا يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. ولا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وإليكم التفاصيل. لقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لحفل زفاف النجمة الكوميدية سوغاندها ميشرا التي تزوجت بالطبيب والممثل الكوميدي سانكيت بوسال، وذلك بعد علاقة دامت لأزيد من 7 سنوات، إذ انتقل الزوجين على حسابهما على الانستغرام للإعلان عن خبر زواجهما ومشاركة معجبهما مقتطفات من حفل الزفاف. إليكم هذا المقطع. لقد تصدرت النجمة التلفزيونية ناكي تامبولي عناوين الصحف الهندية مؤخرا بعد خروجها بتصريح تطلب من معجبيها الدعاء لشقيقها الذي يصارع الفيروس. لكن بعد أيام قليلة تلقت نيكي وعائلتها خبرا صادما، وهو رحيل شقيقها يوم الثلاثاء، إذ انتقلت الممثلة إلى حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الجمهور هذا الخبر، كما كتبت رسالة لأخيها الرحيل قائلة: لم نكن نعلم أن الله هذا الصباح سوف يناديك باسمك. في الحياة أحببناك كثيرا وسنفعل نفس الشيء حتى بعد رحيلك. لقد كسرت قلوبنا بعد فقدانك. لم تذهب بمفردك، لقد ذهبنا معك أيضا. لقد تركت لنا ذكريات جميلة فأنت دائما إلى جانبنا. لم تودعنا أبدا، لقد ذهبت قبل أن نعرفها. لكن سوف نلتقي مرة أخرى يوما ما، أشكر الله أنه جعلك أخي في الدنيا وستبقى أخي في حياتنا الأخرى. سأشتاق لك. كما لجأ العديد من المشاهير إلى حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم التعازي لنيكي، وعلى رأسهم علي كوني، أبيناف كوشلا، أرجون بيجلاني، جاسمين بهاسين، وراخي سواند، وغيرهم من النجوم. أعلنت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون خبر إصابتها بالفيروس بعد خضوعها للاختبار الطبي وكانت النتيجة إيجابية. كما أكدت صحيفة التايمز أن والد ديبيكا براكاش بادوكون ووالدتها أوجلا وأختها نيشا لم يسلموا من العدوى، الشيء الذي أدى إلى نقل والد ديبيكا إلى مستشفى بنغالورو مساء يوم الثلاثاء بعد أن تدهورت حالته الصحية بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع التنفس، وهو حاليا يخضع للعلاج المركز. كما لا توجد معلومات إضافية عن تطورات الحالة الصحية عن ديبيكا بادوكون حتى الآن.
كما نشرت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون مؤخرا عددا من خطوط المساعدة للصحة العقلية على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: نظرا لأن الملايين منا بمن فيهم أنا وعائلتي نسعى جاهدين للبقاء صامدين، دعونا لا ننسى أن صحتنا العقلية والنفسية في هذه الأزمة الحالية لا تقل أهمية. تذكر أنك لست وحدك، نحن معا، والأهم من ذلك أن هناك أمل. طبقاً لصحيفة تايمز أوف إنديا، فإن والد نجمة بوليوود كارينا كابور الممثل المخضرم راندير كابور تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى كوكيلابين في مومباي، وذلك بعد خضوعه للاختبار الطبي وكان إيجابياً. اتصرح للإعلام أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية على الرغم من حصوله على جرعتين من اللقاح. كما أضاف قائلاً: ليست لدي أدنى فكرة عن كيفية إصابتي، أنا مندهش، واسمحوا لي أن أخبركم أن جميع أعضاء طاقمي المكون من 5 أعضاء قد أثبتت إصابتهم وقد نقلتهم معي إلى المستشفى. كما أضاف أن زوجته بابيتا وبناته كاريشما وكارينا أخضعن للاختبار وكانت النتيجة سلبية. ويبدو أن عائلة كابور ما تزال تعاني من فقدان أفرادها، إذ فقد راندير كابور مؤخرا إخوته، إذ رحل ريشي كابور العام الماضي بعد معركة استمرت 2 مع السرطان، وراجيف كابور رحل هذا العام بسبب سكتة قلبية. كما أعربت نجمة بوليوود كارينا كابور عن قلقها الشديد على والدها، كما صرحت أنها لن تستحمل فقدان أي فرد من عائلتها بعد الآن، وبأن صبرها نفد بعد رحيل أعمامها في عام واحد. कितना बड़ा लॉस है आपके लिए सर, कितना बड़ा लॉस है।